السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نكمل معكم أسماء الله الحسنى، وتوقفنا المرة الماضية عند اسم الله عز وجل الحسيب والله أعلم، أو المقيت، عند الحسيب جل جلاله. الجليل الكريم، واليوم نبدأ من اسم الله عز وجل الجليل جل شأنه. هذا الجزء يكون في الأعلى. ثم قبل أن نصل إلى النهاية نتوقف ونبدأ الصعود إلى هنا وليس إلى هنا. نميلنا من هنا قليلا بسبب أن هناك نزول. شكرا. الجليل سبحانه، ثم الكريم، إلى ثلث الألف الأول. ثم من هنا حيث يكون بهذا الشكل الراء. ثم الياء لها أكثر من شكل، مثلا هذا شكل، وممكن الياء معني تكتب بهذا الشكل أيضا. ولها أكثر من شكل موجود. الكريم سبحانه جل جلاله، ثم اسم الله عز وجل الرقيب، لا ندخل في مساحة الراء.
مرة رقيبة غير صاعدة، فنبدأ بها من هنا.